انا جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ انت كنت زعلتيني. امر الله علي، اختي مش عارف اغيرها، وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسلية، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجع في انصاص الليالي وبتتطوح، ومفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه، ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه، ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام تمام. طب بقول لك ايه، تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخويا اللي تشوفه، بس انا كنت محضر اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصي على الفرخه مشويه خلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه. يا حلو، مش جاي لك نوم ليه؟ انت بقالك هنا في السجن 7 سنين مش كده؟ 7 سنين ايه؟ لسه ما كملتهمش. تسأل ليه؟ متجوز؟ يعني العمر ده كله مثلا محاضيها تحرش؟ متجوز طبعا، وعندي بنت وولد. بنت ما شاء الله بقت عروسة، ده 10 سنين. والواد بقى راجل عنده 16 سنة. انت بتسأل ليه؟ ومراتك ست أصيلة، صيناني محافظاني، جوزتها وأنا فقير، هي كانت غنية أوي، أهلها وقفوا قصادها، لكن هي قالت لأ هتجوزه. لفولي قضية تزوير وشيكات وسلع فاسدة، هي قالت لا.
جوزي ما ياكلنيش حرام، عملوا عليها كومبينه عشان نتطلق، لكن هي قالت لا، راجل حافظاني وصيناني. انت بتسأل ليه؟ لا مفيش حاجة. نعم يا عم خلف. كنت ده اللي شغل دماغك؟ تصبح على خير. تمنى له. يا بنت بتتنفضي كده ليه؟ لأي منك انت؟ ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفضي؟ راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب ده لده؟ الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت.